وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قبيل زيارته، قال رئيس المصريين بلاده ما زالت تسير في الطريق نحو الديمقراطية، إلا أنها تخشى من خطر الجماعات المتشددة والانهيارات في أوضاع الدول المجاورة لها. وفي مقابلة أخرى مع صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، دعا السيسي حلف الأطلسي لإنقاذ ليبيا من الفوضى، واعتبر السيسي أن خطر التنظيمات المتطرفة في ليبيا يهدد الجميع، كما دعا إلى وقف تدفق الأموال والأسلحة والمقاتلين الأجانب، وحمل أعضاء حلف الأطلسي بمن فيهم بريطانيا مسؤولية الوضع الحالي بالمساهمة في الإطاحة بالقذافي. وأعلن السيسي أنه سيبحث مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قضايا تتعلق بالتعاون في مجال الأمن. وعن سير التحقيقات في حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء، نفى السيسي فرضية إسقاطها بصاروخ قائلا إن الأمر يتعلق بتكهنات لا أساس لها من الصحة بحسب تعبيره. معنا مباشرة من لندن عبر الهاتف أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المصري السيد محمد سودان. سيد محمد، يعني نعلم أن علاقات الدول تحكمها المصالح، ماذا ستغير هذه التظاهرات؟ وهناك اتفاقيات أمنية وفي مجال التسليح العسكري يفترض أن توقع خلال هذه الزيارة. يعني بالنسبة للعقود أو الصفقات اللي في السلاح، معروف أن مصر هي ثاني دولة في العالم بعد السعودية بتستورد أسلحة قمع الشغب من بريطانيا، وهي سوق يعني بالنسبة لسوق سلاح المصري، سوق سلاح البريطاني. لكن دعني أقول لك أن هناك صفقات أخرى زي بريتش غاز والبريتش بتروليوم التي تمت منذ عدة شهور بمقدار 11.5 مليار دولار، وهي دي يعني صفقة. لكن أنا أظن في النهاية الحقيقة أن مش معقول أن بريطانيا تبيع كرامتها فقط عشان حفنة يعني دولارات أو أموال، لكن أعتقد أنها ضغوط سياسية تأتي من دول الخليج أو من اللوبي الصهيوني أو خلاف ذلك. أعتقد أن السبب الرئيسي لقبول واحد زي عبد الفتاح السيسي أن يأتي إلى بلد عريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا. يعني طب ماذا تأملون من هذه التظاهرات؟ ماذا ستغير على الزيارة؟ الحقيقة احنا الزيارات المظاهرات اللي تعمل، احنا بنقول دي دولة ديمقراطية، ويكفي ان احنا تواصلنا مع العديد من اعضاء البرلمان البريطاني، الان وصلوا الى 50 عضو بالبرلمان، وقعوا على الي دي موشن وثيقة يعني ترفض هذه الزيارة وتطلب الغاء هذه الزيارة. كذلك لدينا رسالة جون ماكدونالد اللي قال فيها يعني طلب وقع عليه 55 صحفي وقيادي حزبي وأعضاء في اللورد وبرلمانيين، أقروا فيها أو طلبوا فيها من حكومة كاميرون إلغاء هذه الزيارة. لكن للأسف شديد يعني الحكومة البريطانية ماضية، لكن عايزين نقول إحنا بنوضح للشعب البريطاني أنا يعني رئيس الحكومة البريطانية يضع يده في يد رجل يده مخضبة بالدماء يعني، وقتل أكثر من 7600 إنسان حتى الآن، ويعني جاء إلى هنا تاركا خلفه أكثر من 42 ألف معتقل سياسي وأكثر من 1774 حكم بالإعدام. يعني أعتقد إن دي يعني تنقص من شعبية الحقيقة حزب المحافظين وكذلك من رئيس الكاميرون. أعتقد إن لابد أن يكون هناك يعني حساب من الشعب البريطاني نظير قبول هذه الزيارة. شكرا لأمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة المصرية السيد محمد السودان.